وللحديث عن هذا المؤتمر ينضم إلينا هناك مراسلنا بالرياض حمد بن حسين. حمد مرحبا فيك، ما هي آخر مستجدات المؤتمر وطب الجراحة؟ أحييكم من مؤتمر الجراحة العامة الذي ينظم للمرة الثالثة عشر. هذا المؤتمر الذي تنظمه الجمعية السعودية للجراحة العامة التابعة لجامعة الملك عبد العزيز. بدأ المؤتمر صباح اليوم في الساعة الثامنة ويستمر بإذن الله حتى يوم الاثنين المقبل. غدا بإذن الله في الساعة الحادية عشر بإذن الله سنشهد حفل افتتاح هذا المؤتمر برعاية معالي مدير جامعة الملك عبد العزيز. طبعا هذا المؤتمر بشكل عام يتخصص في تخصصه الدقيق في الجراحات الحادة والطارئة والابتكارات في وسائل الجراحة العامة. المؤتمر يهدف إلى البحث في المستجدات في الطوارئ الجراحية وتبادل الخبرات وكذلك مناقشة السياسات والإجراءات للتعامل مع الإصابات المتقدمة. يسرنا نتحدث عن هذا المؤتمر مع ضيفنا الدكتور أشرف مغربي استشاري جراحات الصدر والمناظير وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للجراحة العامة. هلا فيك، حدثنا عن هذا المؤتمر، ما هي الفكرة العامة لهذا المؤتمر؟ حياك الله وشكرا لكم على الاستضافة وشكرا لك أستاذ حمد. المؤتمر بإشراف الجمعية السعودية للجراحة العامة هو المؤتمر الثالث عشر، حيكون على مدى 3 أيام. بدأنا اليوم كما ترون ورش العمل، بدأنا بخمسة ورش عمل، وغدا وبعد غد إن شاء الله حتكون الجلسات العلمية والمحاضرات والمناقشات. فكرة المؤتمر من فكرته في جراحات الإصابات وجراحة الحوادث والحالات الحرجة حقيقة، وهذا التخصص مهم جدا، بالإضافة طبعا مناقشة آخر وأفضل ابتكارات في هذا المجال بما فيها استخدام بعض الطرق الحديثة مثل استخدام الأشعة الصوتية أو استخدام الروبوت الرجل الآلي في الجراحة أو جراحات المناظير. لماذا يستحق هذا الموضوع والموضوع الرئيسي هذا المؤتمر؟ هل نحن في حاجة لمناقشة مثل هذه القضايا على المستوى العربي؟ أكيد، بكل تأكيد. فكرة الجمعية انبثقت في عمل مؤتمر في كل سنة بيكون في ثيم أو بيكون له مجال معين. فكرة جراحات الحوادث اللي حصلت الآن واللي احنا بنعملها لأنه زي ما عارفين الحوادث أحد من أهم أسباب الوفيات عندنا للأسف الشديد في المملكة العربية السعودية الحبيبة وحتى في الوطن العربي. واحدة من أهداف هذا المؤتمر إن بنطلع ممكن بتوصيات إنها تحد من مكافحة الحوادث أو تقليلها، وكذلك أحدث الطرق العلاجية في هذا المجال بإذن الله. ما هي أهم المواضيع الرئيسية للمحاور وأيضا ورش العمل فيما يختص بهذا المؤتمر هذا اليوم وغدا؟ نعم بإذن الله، ورش العمل اليوم في خمسة ورش عمل، واحدة منها اللي هي استخدام الأشعة الصوتية كتقنية حديثة في جراحات الحوادث والحالات الحرجة، وكذلك تدريب الأطباء في ورشة عمل عن اتخاذ القرارات اللازمة والصارمة زي ما يقولوا في جراحات الحوادث والخاصة في المستشفيات وفي المراكز الصحية. وكذلك هناك استخدام بعض ورش العمل مخصصة للأطباء المقيمين وطلبة الامتياز وطلاب وطلبة الطب اللي هي استخدام الدباسات الجراحية على سبيل المثال الحديثة، وكذلك نوع من أنواع التقضيب الجروح في الحوادث بالطريقة الحديثة والمبتكرة حقيقة. يعني تركزون على الجانب التطبيقي أكثر من الجانب النظري؟ الاثنين حقيقة، الجانب التطبيقي أكثر حاجة بيكون في ورش العمل مثل اليوم الخمس الورش، لأنه حيكون فيها تدريب عملي على مجسمات وعلى مراكز مثل السيميليشن والأشياء هذه اللي موجودة، بالإضافة طبعا المحاضرات بكرة والمحاور اللي حتكون أكثر من 40 جلسة علمية بمختلف التخصصات لكن كلها في مجال جراحات الحوادث والحالات الحرجة. وكذلك حتكون استخدام زي ما ذكرت أنه استخدام مثلا الرجل الآلي، حيكون في تقريبا 3 أو 4 محاضرات عن الشيء هذا وكيف تقنية استخدامه في جراحات حتى الحوادث والحالات الحرجة بإذن الله. من تستهدفون بهذا المؤتمر؟ المؤتمر هذا لجميع المختصين كافة، العاملين والمنتسبين في استشاريين الجراحة والأخصائيين وكذلك طلاب وطلبة الجراحة في البورد مثل الأطباء المقيمين والمقيمات وكذلك طلبة الطب. طبعاً سؤال باختصار عن الجمعية السعودية للجراحة العامة التي تنظم هذا المؤتمر، نبذة قصيرة عن هذه الجمعية.
الجمعية انبثقت في عام 2000 في نوفمبر، نبعت من جامعة الملك عبد العزيز بأيدي جراحين سعوديين. نعم. وكانت فكرة الجمعية هي التواصل العلمي واتحاد إلى حد ما للجراحين السعوديين في المملكة العربية السعودية، وما زالت بتواصل عملها منذ ذلك الحين. الآن لها أكثر من 1500 متابع. شكرا. طبعا هذا المؤتمر ذو أهمية بالغة على مستوى الجراحة العامة في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى الشرق الأوسط بإذن الله. هناك أكثر من 10 متحدثين عالميين، هناك 20 ملصق علمي، هناك أيضا أنشطة مختلفة في هذا المؤتمر. غدا بإذن الله الحفل الرئيسي للافتتاح إن شاء الله بإذن الله. أعود إليك بالاستديو. شكرا لك حمد بن حسين.